السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام أخوات فضلات، معكم صادق. قبل أن نكمل الحديث عن التفاصيل التقنية للواي فاي 6، يجب أن نجيب على هذا السؤال، أنه إحنا لماذا نحتاج إلى جيل جديد من أجيال الواي فاي، بما أنه الواي فاي 5 أو الواي فاي 4 موجود اليوم، اللي هو 802.11an الآن، والأي سي والأي تي وغيرها كلها موجودة وتشتغل بشكل طبيعي، لماذا نحتاج أي إكس؟ في الحقيقة لكي نجيب على هذا السؤال يجب أن نتعرف على التحديات التي تواجه شبكات الاتصالات اللاسلكية المنزلية أو المحلية في السنوات المقبلة، وبالتالي راح نعرف أنه لماذا احنا نحتاج إلى جيل جديد. في البداية طبعا احنا راح تكون عندنا هاي density network environments، يعني كل المستخدمين حول العالم راح تزداد أعدادهم، تزداد نوعية استخدامهم، والأجهزة يعني اللاسلكية تزداد يوما بعد يوم، واحتياجها يعني أو شراهتها لاستخدام أكبر عدد من البتات في الثانية الواحدة مستمر بشكل كبير جدا. فبالتالي أول ستاندرد راح يكون للـ AX أو للـ Wi-Fi 6، راح يركز بشكل كبير على الـ Large Public Venues اللي هي المؤتمرات العامة الكبيرة التي يتواجد فيها عدد كبير من الناس. بالتالي الـ High Density الكثافة العالية للمستخدمين تعني أنه إحنا عندنا من 20 أو أكثر من الأجهزة يجب أن تكون متصلة بنفس الـ Access Point، ويجب أن يتم خدمتها كلها بنفس الطريقة أو نفس الكفاءة، بحيث أنه كل واحد من هذول الـ20 مستخدم أو أكثر راح يكون لديهم User Experience أو يعني نوعية استخدام أو خدمة للمستخدم يجب أن تكون كافية لاحتياجاتهم. التحدي الرئيسي راح يكون عندنا للـ Enterprises، لأنه راح نتعامل مع عدد كبير من الأجهزة المملوكة للشركة والأجهزة الخاصة بالمستخدمين، أجهزة الضيوف أو الزوار لهذه المؤسسة. راح تكون عندنا الكثير من الوايرلس سيكيورتي كاميراز، انفايرمنت سنسرز، كثير من الأجهزة الأخرى، كل هذه راح تستخدم الواي فاي أو أغلبها على الأقل. أيضا عندنا أجهزة الإنترنت أوف ثينكس راح تكون مهمة جدا، وكثير منها راح تستخدم الواي فاي الطبيعي للاتصال بالإنترنت والوصول إلى يعني الكلاود او الشبكات المركزيه. فبالتالي هذا راح يسبب لنا يعني تعقيد اكثر وصعوبات اكثر في الشبكه، فبالتالي الواي فاي الجديد يجب ان يدعم كل هذه التعقيدات ويكون يعني قادرا على ادارتها. اعداد اجهزه الواي فاي مثل ما ذكرنا تتزايد بشكل كبير جدا حتى في المنزل الواحد، فبالتالي يعني اليوم عندنا الاجهزه السمارت سبيكرز اللي هي فويس اكتيفيتد، يتم يعني تفعيلها بالصوت، لابتوبس، تابلتس، سمارت فونز، كثير من الأجهزة في المنازل، وبالتالي أصبحت كل المنازل عبارة عن واي فاي هايف، اللي هي عبارة عن خلية للواي فاي تحتوي على الكثير من الأكتيفيتي من قبل هذه الأجهزة المتصلة بالأكسس بوينت الذي يفترض أنه يدعم لنا الواي فاي 6. مشكلة كبيرة جدا أيضا تواجه أجهزة الواي فاي هي الـ increase in the volume of the streaming video، يعني اليوم الكثير من الناس يستخدمون الأجهزة اللوحية أو الأجهزة النقالة أو الأجهزة الذكية لستريم فيديو، اللي هو يعني مشاهدة الفيديوهات بشكل لايف أونلاين، نتفليكس غيرها، هولو، كثير من يعني المواقع تقدم لنا هذه التقنيات أو هذه الخدمات اليوم بشكل يعني أسعار يعني زهيدة ومقبولة، فبالتالي الناس أكثر وأكثر يعني يقومون بالاشتراك بهذا النوع من الخدمات. فبالتالي راح يعني يجب أن نعرف أنه الواي فاي الجديد يجب أن يدعم لنا هذا النوع من التطبيقات. ايضا احنا عندنا اليوم الفايف جي سيلولر نتوركس قاعد يعني انتشرت ويعني يزدادت شهر يوما بعد يوم، فبالتالي يعني المستخدم عندما يكون يعني متصل بالواي فاي او متصل بالفايف جي ويعني يقوم بتنزيل بيانات بسرعات تصل من 1 الى 10 جيجا هرتز او 10 جيجا بت بالثانيه، فبالتالي عندما ينتقل الى الترناتيف او الى حل بديل اللي هو الشبكه المنزليه يجب ان لا ينخفض لديه الاداء بشكل كبير جدا. فبالتالي اليوم الواي فاي 6 امام تحدي كبير جدا لكي تكون هي الشبكه البديله او يعني خط الدفاع الثاني الذي تنتقل له شبكات اجهزه النقال والتابلتس وغيرها عندما ينتقل المستخدم من الـ 5G الى الواي فاي 6. فهنا يعني الواي فاي 6 يجب ان يعني تتصدى الى هذا التحدي وتكون بمستوى المسؤوليه وبشيء مشابه لل 5G، وبما انه الـ 5G وعوده كثيره جدا فبالتالي الواي فاي 6 ايضا يجب ان تكون بمستوى هذا التحدي. ايضا مثل ما ذكرنا الستريمينج فيديو هو تايم باوندد، يعني هنا انت عندما تقوم بمشاهده فيديو يعني بث حي او بشكل مباشر هنا يجب ان يكون الليتنسي اقل ما يمكن، يجب ان يكون يعني قليل جدا. اذا كنت مثلا يعني تقوم بتنزيل فد ملف معين لا توجد مشكله اذا تم يعني تقديم وتاخير في محتويات الملف حتى يصل كاملا او اذا كان هناك تاخير معين، اما بالنسبه للفيديو ستريمينج فيجب ان يكون التأخير مقيد جدا ومحدود، فبالتالي هنا ليس هناك مجال للخطأ مثل ما هو موجود في أغلب الشبكات الموجودة اليوم.
ايضا عندنا الدريدد بافرنج مسج او ويرس، يعني كثير من المشاكل كانت تحصل عندنا في الواي فاي فقط بسبب الراديو كونديشنز، لانه انت ما تعرف يعني دائما اشارات الراديو ان بريدكتبل، يعني غير قابله للتنبؤ، مهما كان هناك يعني ماثيماتيكال مودلز، نماذج رياضيه وغيرها تحاول التنبؤ بها يعني بطبيعه عملها، فهي دائما هناك الكثير من الامور التي لا نستطيع التنبؤ بها. فبالتالي احنا نحتاج انه يكون الواي فاي 6 يعني قادرا على مواجهه كل المشاكل والتنبؤ، يعني او يعني يكون قادرا على مواجهه المشاكل التي حتى لا نتوقع ما هي ستكون. فبالتالي يجب ان يكون ريزيلينت، يعني يجب ان تكون لديه مقاومه كبيره جدا للمشاكل التي قد تواجه الراديو سيجنال. ايضا لكي نستطيع يعني دعم فيديو اتش دي يجب ان يكون لدينا من 2 الى 20 ميجا بت بالثانيه توفر لكل واحد من المستخدمين لكي يستطيع مشاهده فيديو اتش دي بشكل طبيعي. اما اذا كان يشاهد فيديو من نوع ال 4K او الالترا اتش دي فنحتاج من 82 الى 128 ميجا بت بالثانيه لكل مستخدم. وتصور اذا كان لدينا مثلا 20 او 30 مستخدم يستخدمون نفس الراوتر في او نفس الاكسس بوينت في نفس الوقت، فبالتالي هنا التحدي كبير جدا لكي نستطيع انتاج ستاندرد يعني يليق باسم الواي فاي 6 ويكون مناسبا للمستخدمين. ايضا اداره الاعداد الكبيره من الوايرلس لانز يتطلب من ادنى انه يكون لدينا جيجا بيتس اوف بيرفورمانس، يعني يجب ان تكون لدينا جيجا بيت بير سكند لكل واحد من المستخدمين او فور ايتش واي فاي شانل، لكل واحد من قنوات الواي فاي يجب ان يكون لدينا مالتيبل جيجا بيت بير سكند. ايضا يجب ان نوفر ماتش ثروبوت اند افشنسي، يعني مثل ما يعني طبعا هذا تكرار نفس الكلام اللي ذكرناه قبل قليل، انه دائما يجب ان يكون لدينا الكفاءه اعلى والثروبوت اللي هو عدد البتات في الثانيه الواحده يجب ان يكون اكبر بكثير. ايضا من المتوقع انه الاجهزه التي تستخدم ال 2.4 جيجا هرتز راح تزداد بشكل كبير جدا حتى سنه 2022، فبالتالي يجب ان يكون الواي فاي 6 قادرا على اداره هذا الكم الهائل من الاجهزه. فبالتالي الستاندرد او المعيار الجديد للواي فاي يتطلب مطلوب من عنده انه يدعم لنا الاكسبكتد جروث اوف 2.4 جيجا ديفايسز، اللي هي ما راح تكون فقط يعني اجهزه النقال، وانما يعني اجهزه الانترنت اوف ثينجز، السنسرز، السكيورتي كاميرز وغيرها من الامور الاخرى، اضافه الى الباكورد كومباتيبلتي اللي هو التطابق او التوائم مع الاجهزه التي تعمل بالستاندرات السابقه اللي هي 802.11n والاولدر ايضا، يعني بحيث انه الاكسس بوينت الذي يدعم الواي فاي 6 يجب ايضا ان يكون قادرا على توفير الخدمه للاجهزه التي ما زالت تعمل بالواي فاي 5 وال4 وال3 وغيرها، يعني يجب ان تكون دائما عندنا الباكورد كومباتيبلتي، لان هذا يعني كانه يعني شيء اقسمت الاي تربل اي على ان تقوم بالمحافظه عليه، بحيث انه دائما اي جيل جديد يجب ان يدعم الاجيال القديمه، فهذا الشيء طبعا راح يتطلب عندنا الكثير من التحديات التي ادت الى يعني تاخر انتاج الواي فاي 6، واليوم طبعا اصبح هو ستاندرد يعني متكامل. وان شاء الله راح نبدا في المحاضره القادمه، هذا طبعا راح يكون هو جزء نهايه الجزء الاول، الجزء الثاني ان شاء الله من المحاضره القادمه راح نبدا نحكي على الكي تكنولوجيز اللي جعلت لنا ال 802.11ax او الواي فاي 6 بالشكل الذي نراه اليوم في الاجهزه، وان شاء الله راح يعني ينتشر بشكل اكبر في المستقبل. فخليكم معنا بالاجزاء القادمه، و إذا كان هناك أي استفسارات أو أسئلة نحب أنه نشوفها في التعليقات، كذلك إذا كان هناك اهتمام في هذا الموضوع أنه نكمله بأسرع وقت ممكن أيضا خلونا نعرف هذا الشيء في التعليقات. شكرا جزيلا ومع السلامة.